بالنظر إلى الركود اليوم في الولايات المتحدة، تبقى الأخبار جيدة، فقطاع الأعمال والأفراد يوصلون الإنفاق، لديهم الأموال، وهناك الكثير من التحفيز المالي. لكن هناك الكثير من الأمور السيئة في الأفق، وهي قادرة، ليس بالضرورة، لكنها قادرة على دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. لكن هذا ليس الموضوع الأهم، لأنني أرى أننا قادرون على تجاوز الركود. أنا أقلق بشكل أكبر حول الأوضاع الجيوسياسية في العالم، مثل ما يحدث اليوم بين روسيا وأوكرانيا والصين والولايات المتحدة وعلاقات الدول الغربية، وهذا يقلقني أكثر بكثير من إذا مر الاقتصاد بركود خفيف أو حاد. تلك نظاما لا يعتبر مثاليا. تكلمت هنا عن العولمة، أنا شخصيا لا أؤيد العولمة، بل أعتقد أنه عند مواجهة الضغوط يبدأ الجميع بالتفكير بطريقة استراتيجية فيما يخص بعض الأشياء، بما في ذلك على سبيل المثال إمدادات الطاقة والغذاء والأساسيات في الحياة.